لا الخيط علي. ايوه ايش الخيط يا عمي؟ خليها خليها نازله خليها. ايوه نازله عالي كثير يا شكرا. انا ما بقدر اروح بقى مشان فك Thank you.
Thank you.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخر
إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون الله سمع الله لمن حمده الله 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 سمع الله اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر واطلب بنا قيمة ربه المقادير إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم أهلنا في أرض غزة يا رب العالمين اللهم يسر أمرهم واغفر ذنبهم وارحم ضعفهم وتقبل شهداءهم في عليين يا رب العالمين واجمعنا بهم مع النبيين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين اللهم أطلق صراح إخوتنا المعتقلين اللهم فرج كربهم يا رب العالمين اللهم اكتب الشفاء العاجل لجميع جرحى المسلمين اللهم شاف جرحانا وداو مرضانا وعليك بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن كان له حق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الله Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.